مين فينا مش محتاج يتكلم انجليش في يوم؟ اذا كنت طالب، اذا كنت شغال في اي وظيفه، اذا كانت بقى في بنك، في مستشفى، في مدرسه، في اي كان، اذا كنت اب، اذا كنت ام عايزه تذاكري مع ابنك او بنتك، برضو محتاجين انكم تتعلموا انجليش. في الكورس ده ان شاء الله هعلمك كل السيلابلز اللي انت محتاج تعرفها عشان تتكلم زي النيتيف امريكان بالظبط. هعلمك امتى تنطق التي زي الدي، وامتى تنطق الار والاو والبي والدي والسي والاي وكل السيلابلز دي. هتقول لي كمبيوتر طبعا. نو كمبيوتر، كمبيوتر، كات، مات، واتر، كمبيوتر، سيتر، كاتر. انا مصطفى عاطف انجلش انستراكتور، ليا 7 سنين في تدريس الانجلش، درست لاكثر من 30,000 شخص وليا مليون فولورز على السوشيال ميديا، وعديت الحمد لله 100 مليون مشاهده. اكون معاكم ان شاء الله على كورس ستور عشان نتعلم اكتر عن النطق الامريكي.